قد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنزة الجربانة. هي طويلة وهي قصيرة، هيدي كبيرة وهيدي صغيرة، هيدي هبلة وهيدي جبلة، وهيدي حبلة وهيدي طبلة، هيدي بيضة هيدي سمرة، هي حنطية وهيدي حمرة، هيدي بتنعي وهيدي بتشكي، وهيدي ما بتعرف تحكي، هي خجولة وهي مصطولة، وهي مهبولة ومش مكفولة، هي جعانة وهي نعسانة، وهي مليانة وهي فلتانة، هي موهومة هي مصطومة ومش مفهومة ولا مهضومة، هي نحيفة هي حريفة، هي صريفة ومنا نظيفة، هي دنيئة هي جريئة وما فقيرة، وهي زويت وما في حدا براسه فاتو. يلا لكن نيلي لم تستسلم وأكملت نضالها، مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة، فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلي، هيدي روعة إلك، مهضومة وعقياسة وقتها مسقفة، روحنا عندها يلا. مش عيب أطش عن القرية مسترسلة لأن روح جرب حظك يلا. مرحبا. أهلا. باخص رواق. إيه كتير رواق. اسمي رواق. شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟ كتاب. شو عنوانه؟ كن. نعم؟ كن. عن شو بيحكي؟ عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، بيفصل إمكانيات اللاواعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحزالمياً إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلاً من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بوهم تحت عنوان مبدئي يدعي الروح الجماعية، وينطوي على عثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ. سامعة بصخرة الروشة؟ طبعاً زوريها. أنا بارتي، خدي معك حدا بهمه أمرك خليه يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بان.